أهلا فيكم مشاهدينا من جديد. حلقة الأحد ختامها دائما مميزة مع فقرة نيو ستارز. مثل كل يوم أحد موعدنا نختم حلقتنا بموهبة غنائية تستحق الاهتمام وتسليط الضوء عليها. واليوم نسيم محمود ولا محمود؟ صباح الخير يا نسيم، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. إحنا دائما نحب نلاقي نيو تالنتس، فحكينا طبعا أنا سمعت صوتك قبل شوي ما شاء الله صوت رائع، بس خلينا نبدأ مع يعني نبدأ من بداياتك. بدايتي بدأت موهبي، طبعا احنا أنا خلقان بالإمارات وترعرعنا بهالدولة المضيافة اللي خيرة علينا، وسافرت لبلدان كتير ودرست موسيقى بمصر وطورت نفسي طبعا بعد الموهبة، طبعا بدون ما يعرف بيي يعني. ما كان يعرف. لا، وبيي كان حاببني اعمل شيء تاني وتجارة. دكتور مهندس هذا الشخص؟ لا دكتور، لا طبعا. دكتور لا، ما بزبط دكتور ابدا. فانا كنت متعلق بالموسيقى بطريقة مش طبيعية، يعني انه كان لازم انا اكون ميوزيشن او مغني، او طبعا المعهد هو اللي قرر ان انا اكون مغني في مصر. بمصر طبعا. وبعدين رجعت على الإمارات وسافرت وعملت حفلات. رحت المغرب كمان صح؟ ايه، استقرت بالمغرب فترة طويلة. اكيد بوجه تحية للمغرب وشعب المغرب المضياف واللي استقبلني اكثر من مرة وعمل لي حفلات وعملت اغنية مغربية كمان. يعني مثل ما بتقولي نص نص، يعني نص نص مقطع مغربي فيها، وطلع هيك طلع بالستوديو يعني بعد أن قررنا نحط مقطع مغربي. أوكي. ولقت يعني نجاح، حبوها طبعا. طب خلينا نشوف مقطع منها. يلا عشان نشوف كمان. حبيبة حبيبة فينك يا الحبيبة، والحب ديالي غير ما يحلالي. حبيبة حبيبة فينك يا الحبيبة، والحب ديالي غير ما يحلالي. ذبحني هالمزيون وصرت انا في مجنون. ذبحني هالمزيون وصرت انا في مجنون. كنت بقول لنسيم انه شكلك في الصوره غير، يعني كنت بتاكد بس انه انت نفس الشخص. لا هو انا هو نفس الشخص، بس طبعا يعني كورونا والقعده بالبيت والنوك داون اللي صار وصلت لوزن كتير كبير. ما حقلك الرقم، قلت لك اياه تحت الهواء. لا ما يحتاج. بس دحين عندك صار وقت انك انت. لا هلا ضعفت شوي طبعا. احنا وقفنا رياضه طبعا، ووقفنا النشاطات اللي كنا نعملها، والحفلات قلت وكل شيء قل. بس ان شاء الله الله يبعد هذا المرض عنا كلنا. اي والله. طيب خلينا نركز على أعمالك أنت. هذه الأغنية أخذت، قلت لي أنه صدى كبير. نعم. الناس حبوها بهذا الميكس. نعم. إيش حتعمل كمان أعمال؟ حالياً عندي أغنية لبنانية من ألحان الفنان صلاح كردي وألحانه وكلماته، وعندي أعمال كتيرة مع الفنان حاتم منصور. احنا عملنا شانل يوتيوب اسمها تفاتيفي وشغالين عليها، وان شاء الله عم نعمل اعمال عربيه وخاصه للشباب الخليجي يعني. انت بما انك نيو تالنت بس ما شاء الله يعني الظاهر انه عندك خبره كبيره، يعني ما بقول ليش ما انشهرت، لكن ليه ما كانت عندك اعمال كثيره؟ او ايش تحتاج عشان تلاقي هذا الصدى؟ اسال المايسترو. اسال المايسترو. اهلا وسهلا. هو ما اظن عنده مايك يعني. بس ليش ما في وقت؟ يعني الفن بدك تختاري، يا اما الحفلات والشغل واليوم وكل يوم ويومين يوم لا، او استوديو، لانه استوديو كمان بياخذ وقت اكثر كمان. وهل فين التوجه حقك حيكون بعدين؟ حاليا استوديو فقط. استوديو فقط، ما حتفكر تسوي فيديو كليبس ولا؟ طبعا عندي فيديو كليب ان شاء الله، حصوره في دبي. في دبي ان شاء الله. اوكي، طب خلينا نسمع شيء نسيم، ندخل في الجو مع المايسترو. اهلا وسهلا. سألت الهوى يخطف ارسم شفافي، جمالك دوا بقلوب كل من شافي.
بحلم اخفى بخصلت شعر عكتافي يا ويلي شعملتي في سألت الهوى يسرق بوسمني شفافي جمالك دوى بقلوب كل من شافي بحلم اخفى بخصلت شعر عكتافي يا ويلي شعملتي في ودخلك يا الله حميها خد من عمري واعطيها جوا بقلبي خبيها بقلبي سر الفرحة بعيونا بقتل حالي وما بخونا بحبها وأنا مجنونة وما بخبي. يسلم هالصوت رائع صراحة من جد يعطيك العافية يعطيك العافية المايسترو الفنان طبعا الموزع والفنان ناجي بغدادي بتشكره أنه حضر معي لا وعزفك رائع ما شاء الله عليك شوي يعني شوي نسيم إيش تتوقع أن الفنان العربي في هذه الأيام يحتاج عشان ينجح في هذا المجال الفنان العربي بده يكون أول شيء الحظ ثاني شيء الذكاء قبل الصوت قبل أي شيء الذكاء هو اللي بيلعب دور كبير بوقتنا الحالي يعني بديش بس ايش تقصد بالذكاء يعني الذكاء اختيار الاغنيه اختيار الاداره اداره الاعمال أوكي. يعني ما بدي لك اداره الاعمال لازم تكون ناجحه لازم انت تختار اداره الاعمال المضبوطه صحيح طيب حنخ